ما مدى معقولية أسعار العقارات في مصر السنين الأخيرة؟ هي دي أسعار حقيقية ولا مبالغ فيها؟ مفيش حاجة اسمها أسعار حقيقية أسعار مبالغ فيها، الأسعار هي أسعار اللي بيفرضها السوق، آليات السوق، طالما في مشتري يبقى في أسعار، يبقى الأسعار مظبوطة، مفيش حد يقدر يقول السعر ده كويس ولا لا، يقدر يقول إن السعر ده فيه استجابة ليه ولا لا، طالما في استجابة ليه يبقى السعر كويس، مفيش استجابة بالسعر ده بقى مبالغ فيه، فهي عرض وطلب لكل حاجة. يعني مثلا المزايدة الأخيرة بتاعت الأراضي القرار الجديدة اتحط سعر عالي شوية، مفيش مطورين دخلوا فيها خالص، يبقى ده معناه ان السعر ده كده بقى مغالى فيه، لو في مطورين دخلوا وقبلوا ياخدوها بالسعر ده يبقى ما اقدر اقول ساعتها ان السعر ده مش مغالى فيه، لان في ناس قبلت خدتها بيه، لكن النهارده كان في بايع عارض سعر ومشتري مش موجود، يبقى هنا بقى معناه ان السعر بقى مغالى فيه.